هول الحقوق تبع المتقاعدين يلي عم يعطونا اياهم، عم بيقولوا لنا شكرا. مسيل الدموع ليبكونا، لانه نحن بالخدمه ادينا واجبنا واكثر، هلا اجى دور يعطونا الحقوق، هيدي الحقوق تبعنا. 50 بيسبطوها، هي مال الشعب، هي مال الشعب، مش من مالهم. اليوم مطلبنا الاساسي بالدرجه الاولى هي الطبابة. نحن خدمنا بهالسلك العسكري حوالي 30 سنة بس كرمال الطبابة والمعيشة تاعه. اليوم في نزلة موحدة للقطاع العام لنقول ما بقى في القطاع العام يستمر. اليوم في هدف صار واضح عند سياسة الحكومة انه نحن ناخذ المؤسسات الدولية للانهيار التام. اليوم المطلب الاساسي للنزلة هو تثبيت سعر صيرفة او وضع حد للرواتب لتكون بقيمة توازي ارتفاع سعر صرف الدولار. بدنا بلا ناخذ حقنا.